لكم وصفة سهلة بدون طهي بدون فرن، راح تكون بسيطة سهلة المقادير سهلة الخدمة تاعها والشكل تاعها راح يكون بزاف شباب. ماذا بيا مرة على مرة نبدلو تاني في الأنواع تاع حلويات العيد هكذا باش تعجب. كل عام لي مام لي مام بالسحيق التقليدي هو الأصل قال لك جديد حبو القديم تفرط فيه بالنسبة للمقادير راح نحتاج كيلة تاع لوز مرحي رطب، كيلة لوز راح نخدمو باد داموند، كيلة لوز مرحي رطب، كيلة ناقصة أن دوا تاع سكر كلاص، ملعقة كبيرة تاع زبدة ونطمها بالمزهر. هذه بالنسبة للعجين. بالنسبة للاباط عندنا كيلة تاع ولا كاس تاع بيسكوي مرحي. هذه لافاس هذه. هذه الحشو. هذه لاباط. الحشو كاس تاع بيسكوي مرحي. كاس تاع قطايف. كاس تاع لوز محمص ومرحي. وهنا عندنا سكر للديكور وورود للديكور. والحشو راح نجمعو بالعجينة طالع. هذه حاجة سهلة. دوكا نروحو نخدمو لاباط تاعنا باط داموند. ناخذوا الكيلة تاعنا. ديروا كيلة كاملة ياك. دير كيلة كاملة. طيبية. كيلة تاع اللوز. أوه عندك كيلة تاع سكر كلاص، ناقصة أندوا. ناقصة أندوا، نقصوا شوية في الحلاوة. إيه لازم. لازم الحلو الحلو بزاف، ناصر ماشي مليح. إيه قد ما نقصوا قد ما مليح. أه لا. مرة على مرة احنا ما راحش ناكلوا الحلوة هذه دايما. أه ماشي دايما صح. أه لا. كيلة تاع سكر كلاص. ناقصة أندوا. طيبية. نزيد عليها مغرفة تاع لا مارغرين. إيه نضيف مغرفة. لا وهذا الحشو ينطم وحده. والحشو نطموه بال بلاباتا تارتيني. هكذا مغرفة. على حسب لا كونتيتي بيان سور. خير أنا حبيت. باش يجي طري ناصر. هكذا وندخل المارغرين مع السكر كلاص مع. دوك هذا باش نطمو ناصر بالمزهر. طب مو بالمزهر دوك نسيك كيفاش ندخل قبل لا مارغرين هذيك ندوبها غير بيدي هكذا بسخانه تاع اليد راح تذوب بالخف فوالا هكذا باد داموند سهله شغل باد داموند نخدموها حنايا في التقليدي ناصر هكذا سهله ولا باد داموند بنينه ناصر بنينه وي ما راح تخرج لنا كميه كبيره تخرج كميه الله يبارك وي هكذا ما بالكيلة ما عندها ميزان ما عندها والو حاجة قلت لك ان هذه المرة حبيت نخير لهم حاجة سهلة حاجات سهلة بسيطة ما حبيناش نروحوا بزاف باش ما يعجزوش الحاجة اللي بالميزان وبالمقادير المهم هما ما يعجزوش كي يشوفوا حاجة سهلة يونجاجي وينوضوا يخدموها فاسيلمون عندهم ما يعمروا طابلة العيد هذا العام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ربك يعاودوا يخدموا كامل هذا الموديل ان شاء الله ويبعثوا لنا نشوفوا